شباب ويا شباب ويا ساعدوه. يلا افتح الباب، ما ادري ايش شفته. هنا يا والله الان جرحى من جراء قصف تنظيم داعش الارهابي للاحياء السكنيه بواسطه قذائف الهاون والمدفعيه التي يستهدف فيها حياه المواطنين الابرياء الامنين في مناطق حي السماح ومناطق الجوجيري ايضا. سلامات، احنا سلامات. هوب 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 هوب. طلعنا بالعشرة ونص الصبح من البيت من حي التحرير، قسم مشوا قسم على معدات بسيطة طنابر خلينا نقولها. تعامل الدولة الإسلامية اللي هي لا إسلامية ولا تعتني بالإسلام، يقولون ما لا يفعلون، يقولون كلام والتطبيق عكس الكلام. قطعة والحصة التموينية، تفرقة بين بشر وآخر. هذا مبايع معايا، هذا درجة أولى، هذا يصدق، هذا مقدس، هذا إنسان عظيم. اللي ما مبايع واللي ما يواليهم واللي ما يتابعهم هذا إنسان حقير، إنسان مرتد، إنسان يحب الناس المرتدين، وكأنما يفصلون الإسلام على هواهم، على هواء يفصل الإسلام ويجي ويطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا ويتيما وأسيرا. لا طعمه مسكين ولا طعمه يتيم ولا كفله يتيم ولا جابوا أسير. يعني شغلتهم الإسراف بالقتل، الذبح على أي مشكلة يسبب لك مشكلة، يطلع لك سند شرعي، وإحنا نعرف الشرع، إحنا مسلمين ونعرف الشرع، طلعون سند شرعي، هذا أنت تهمتك فلانش، لو مرتد لو كافر لو موالي، أنت تحب الكفار تحب تعامل القوية قوات الأمنية، تعامل أخوي، تعامل إنساني، تعامل طيب، تعامل طيبين، تعامل أخوي، رجال شجعان لا يهابون الموت ولا يخافون من جرذان داعش، ولا لا يوصفون، رجولة، شجاعة، أخوة، إنسانية، طيبة، كرم، ناس طيبين جدا. الله يسلمك يوم، الله يعافيك. هي من حي الزهراء. من حي الزهراء؟ اي اي. شو وقت طلعتوا؟ اي طلعنا بالوحدة تقريبا. اليوم؟ اي اي اليوم. إيه وشلون كان تعامل؟ والله والله ما زين، والله عانينا منه كثير. ايش نسوي؟ والحمد لله سعته بسلامتكم وانتم. الله يحفظكم. اي الله يحفظكم ويستر عليكم ان شاء الله. اي والله. لا زينه والله زينه، نشكرهم وخلف الله عليهم.
اي والله والله ان شاء الله ينصرهم. اي والله على مود يخلصونا من هالبلاوي هذولا. اي والله الحمد لله. احنا من موصل من حي تحرير. نعم، شلون كان تعامل تنظيم داعش الارهابي؟ والله والله ما خوش ناس، حرام هذولا اسلام حرام. اي والله لا والله معامله ما طيب، حتى لا دش لا تلفزيون لا موبايل، كل شيء حرمون علينا. لازم زين لحية ماكو، بانترون قصير لازم، يعني بهالنوعيات كل شيء غالي، كل شيء ما اعرف ايش اقول لك، ماكو شغل. اولادي حلاقين يوميا ممكن نفر نفرين ما يزينون، يرجعون على البيت يقول ماكو ولا نفر ما فاد عندي. الله وكيل. هاي ماكو مثله، اخونا وحياتنا وحبيبنا، الله يحفظكم ان شاء الله، الله يخليهم جيش العراقي، شرطه، بيشمركه، كلهم الله يحفظهم يا ربي.